خطر الإرهاب والعنف السياسي على أمن تونس وسلمها الاجتماعي. في حوار جمع فيصل الجدلاوي النائب المستقل بالمجلس الوطني التأسيسي ومحسن النابتي عضو الهيئة القيادية لحزب التيار الشعبي، يلتقيان على فنجان قهوة فيناقشان التطورات الحاصلة على الساحة السياسية والأمنية في تونس والدعوة لإسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي. المجلس الوطني التأسيسي بضعفه بهناته بالمستوى متاع العديد من الموجودين داخل المجلس الوطني التأسيسي بالبطء، هو حقق إذا كان ما حققش الكثير حقق القليل. المجلس التأسيسي لا استطاع أنه يضبط الحكومة ويحدد لها معناها خطط واضحة ويراقبها ويحاسبها باش يخليها تمسك بزمام الملفات الرئيسية في البلاد، ولا استطاع أنه حتى يجيب رئيس الجمهورية المؤقت اللي هو ما عنده حتى صلاحيات، ما لو كان جاء رئيس عنده صلاحيات تتري يتمرد عليكم ويحلكم. تفاقم خلافات النخبة السياسية. النخبة السياسية قادرة أنها تجد حلول، وحلول أحيانا مرة شوية وصعيبة شوية. أثبت بالمكشوف أنها غير قادرة على إيجاد الحلول. غياب التوافق بين الأحزاب. هل أن الحل في الأطراف السياسية الموجودة خارج المجلس الوطني التأسيسي؟ هل أنك ترى أن نداء تونس هو اللي عنده الحل؟ تونس تاع تونس مش كعكة تاع قط ويقسموا فيها. والدعوة لقلب رأس السلطة. أعتقد هناك حقبة سياسية آن لها أن تنتهي لتحل محلها التوازنات السياسية أخرى. هذه الانتهازية بعينها. القهوة يأتيكم الأحد 6 مساء على شاشة تيانان.